دكتور طارق البرديسي أستاذ العلوم السياسية. دكتور طارق، بعد التحية، مصر اتخذت موقفا واضحا وثابتا لم يتغير منذ بداية هذه الأزمة. أهمية دورها في وقت تصفية أو الفكرة الخبيثة أو هذا المخطط الخبيث المتعلق بتصفية القضية الفلسطينية، وشفنا كمان كان هناك تأييد شعبي كبير لرفض هذا المخطط، وكان هناك تفويض لسيادة الرئيس لرفض تهجير الشعب الفلسطيني. أهمية هذا الموقف. تحياتي لحضرتك أستاذة خلود وكل المتابعين. أتصور يعني دور الدولة المصرية قيادة وحكومة وشعبا كانوا على قلب رجل واحد، وكانت بمثابة يعني كشاف نور كبير، شمس تضيء ظلمات ذلك الافتئات والتدليس وركام الأكاذيب، وأن الحكاية أصل الحكاية هي صراع واحتلال للأرض الفلسطينية. وأتصور أن مصر استطاعت أن يعني تظهر الحق وتظهر الباطل والزيف، لأن يعني المحتل الإسرائيلي كما سرق الأرض يحاول أن يسرق الوعي ويدلس ويخلط الأوراق ويفبرك حتى تتوه الحقيقة. وأتصور أن العالم كله كان منخدع بالفعل كان يعني الباطل كان يعلو حتى يعني صار جبلا، ويتم التجديد ليه والإعلام وجماعات الضغط لأنهم لا يراعون الحقائق وهم يعني محترفون ومتهنون ذلك. لكن الحق دائما ملتزم بالأدلة ورائده اليقين، لكن مصر استطاعت أنه يعني هذا الباطل يتهاوى لأنه زبد وفقاقيع، وأصل الحكاية تظهر أنه محتل ومقاومة، مقاومة تريد أن يعني تعيد الحقوق إلى حقوقها المطلوبة كما تنص وكما من حقها وفقا لكل التشريعات الأرضية والشرائع السماوية. لكن نعم تفضل يا فندم أكمل فكرتك. وأتصور أنه يعني الجانب الإسرائيلي وهذه الحكومة شديدة التطرف الآن بكل عناصرها بطبع يعني أصابعها في أذانها، بيضعوا أصابعهم في أذانهم ليه؟ حضر الموت السياسي، لأنه بمجرد أن هذه العمليات بتقف معناها أنهم يذهبوا إلى المحاكمات وإقالات وإلى السجون، ولكن واضح أنهم يعني ينتقمون فقط، هم لا يحققون أي انتصارات سياسية ولا عسكرية، هم فقط يعني يهدمون البيوت، هم فقط يقتلعون الشجر، يميتون ويزرقون الأرواح ويقتلون آلاف المدنيين الأبرياء يعني. لكن في النهاية لا توجد أي الجمعية العمومية للأمم المتحدة صوتت بالموافقة على مشروع لوقف إطلاق النار في غزة، وفي نفس الوقت كان في أيضا مشروع من قبل كندا، أستراليا، يعني نيوزيلندا، من أجل وقف إطلاق النار وتوقف كل هذه الجرائم ضد الشعب الفلسطيني. هذا التغير في المواقف بعد ما كان هناك انحياز كامل لإسرائيل وللرواية الإسرائيلية، أهمية هذا التغير إزاي وإزاي ممكن أن احنا نبني عليه؟ أتصور أنه ذلك التغير نتيجة لصمود المقاومة وهذه التضحيات التي قدمت وهذه الجهود الدبلوماسية المصرية المضنية، كل ذلك أدى إلى تلك الانتظارات والتغير. ولكن إسرائيل يعني استمرأت أنها تنقض العهود من بعد ميثاقها، استمرأت أنهم يعني يقطعون ما أمرت به الأسرة الدولية أن يوصل، يعني يفسدون في الأرض ويعرضون السلم الدولي العالمي للانهيار. هم يعني يريدونها فوضى، يريدونها عوجة. وأتصور أنه واتضح للعالم كله ما عدا فقط الولايات المتحدة الأمريكية، وحتى الولايات المتحدة الأمريكية باتت يعني تحدث وتظهر شيء من الاستدارة ومن التغيير، ولكن اتضح للعالم كله أن الإسرائيليين يعني يلبسون الحق بالباطل، وأنهم يعلمون أننا نعلم أنهم يراوغون. وأتصور أنه يعني هذه المحاولات المستميتة لنصر البؤس والخراب والدمار واليأس لن تجدي نفعا. وأتصور أيضا أنه يعني احنا في هذه المرحلة، مرحلة هذا الصراع الإسرائيلي الفلسطيني أو العربي، احنا أستطيع أن أسميها مرحلة الكتاب والفرقان، كتاب المقاومة وفرقان الحق والباطل. اتضح أن الأمر
ليس. طب وهذا الانحياز الكامل من قبل الولايات المتحدة الأمريكية لإسرائيل، هل سيستمر برأيك مع تراجع شعبية بايدن داخل الأوساط الشبابية والعربية والإسلامية في أمريكا؟ واضح أنه إن كان في الظاهر وفي البداية في ذلك تلك المؤازرة والدعم اللامحدود، لكن ذلك التغيير وهذه الأفكار وتلك التصريحات التي باتت يعني تذهب بعيدا عن ما تذهب إليه الحكومة الإسرائيلية المتطرفة، تظهر أن تم الضغوط قوية وأننا يعني قاربنا من إنهاء هذه العمليات، لأنه واضح لا جدوى من هذه العمليات. هذه العمليات يعني لا قيمة لها. أتصور أن الإسرائيليين حتى هم أنفسهم في الداخل اتضح لهم أنهم يعني ظلموا أنفسهم باتخاذهم نتنياهو وهذه الحكومة قيادة لها. فأتصور أنه يعني هم من مصلحتهم أن يعودوا لرشدهم، أن يقللوا خسائرهم، لأن خسائرهم أصبحت واضحة وكثيرة. وأتصور أيضا أنهم يعني هذه السياسات المتطرفة وتلك الاعتداءات وتلك المجازر لن تفضي إلى شيء ملموس. اتضح للعالم أن الذي اعتدى في 7 أكتوبر لم تكن جماعات المقاومة وإنما هو الإسرائيلي نتيجة للسياق. ما قبل 7 أكتوبر هو السبب في 7 أكتوبر، وما بعد 7 أكتوبر هي سلسلة متصلة حلقاتها تبدأ بالسبب الرئيس المشكل الكبير، كما أكد الرئيس السيسي أن أصل المرض، أن أصل الداء، سبب المشكلة الحقيقي هو وجود ذلك الاحتلال لتلك الأراضي الفلسطينية. شكرا جزيلا. وصلت الفكرة دكتور طارق البرديسي أستاذ العلوم السياسية.